لما دلوني على بروفيتا صراحة فرحت واستانست، وبنتي كانت سبحان الله مخها يعني كان ما متفتح، يعني ما كانت تسوي أي شيء، طول الوقت صريخ طول الوقت تبكي، والحين لما جات ما شاء الله شفتوها مستانسة وفرحانة، وأنا بعد فرحانة لأني حسيت أني في تطور ما شاء الله، أحس أني عندها إبداع وطلعت الحمد لله إبداعها. جزاكم الله خير، الله ييسر أموركم، شكراً.